منازل النازحين في قرية النخيلة بمديرية الدريهمي أصبحت كالصريم. النار التي أشعلت تحت قدر الطعام كانت قدر هؤلاء المر، حيث التهمت 5 منازل بما فيها من مواد غذائية وأثاث منزلي، ليصبح هؤلاء فعليا بلا مأوى ولا غذاء. شبح عليكم ظهر يومنا هذا في قرية النخيلة، أزمة الجحف السفلى مديرية الدريمي أودى إلى هلاك 5 منازل من النازحين الذين تضررت منازلهم انبثرت أيديها كما ترون. طبعا هذا النزوح كان بسبب الانقلاب الحوثيين. نناشد المنظمات والهيئات العامة وكذلك المؤسسات المجتمعية بالأمل على إغاثة هذه الأسر المنكوبة التي تعرضت لهذا الحريق جراء لأن وجود هذه المنازل القش ساعدت على التهام هذه المنازل. افتقار معظم منازل النازحين في الدريهمي إلى وسائل السلامة وبناؤها من سعف النخيل والقش جعلها طعما سهلا للنيران، خصوصا بواسطة قذائف وأسلحة ميليشيا الحوثي المستمرة في انتهاكاتها المتواصلة لاتفاق السويد منذ 32 شهرا. نناشد منظمة المجتمع المدني، المنظمة الدولية إلى التدخل في إعانة هؤلاء النازحين وتوفير مآوي ومساكن آمنة توافق سبل السلامة. أيضا جاءت وتكررت الكوارث بسبب استمرار اتفاق السويد المشؤوم والذي تم برعاية أممية ليزيد ويفاقم المعاناة على النازحين من أبناء محافظة الحديدة بالتحديد. حادثة مخيم النخيلة عادت إلى الأذهان حوادث مشابهة وقعت في مخيمات النازحين بالساحل الغربي، منها الحريق الذي التهم نحو 36 منزلا في مخيم مركوضة بقرية الشجيرة في مديرية الدريهمي منتصف يوليو الماضي، وقبل ذلك الحريق الذي شب في مخيم النخيل بمديرية الخوخة في إبريل الماضي، حيث التهمت النار عشرات الخيام المبنية من القش ما ألحق أضرارا مادية كبيرة بالمخيم. لكن هذه الحوادث ليست إلا شررا من حرائق أخرى كان ضحيتها النازحون، خصوصا المتواجدين في مديريتي الدريهمي والخوخة الذين يعيشون جحيما بكل معنى الكلمة دون أي تدخل حقيقي من المنظمات الإغاثية للتخفيف من لظى معاناتهم أو وضع سبل كفيلة بمعالجة الحرائق المتكررة في أوساطهم.